أنت الآن في شهرك السابع، أي في الثلث الأخير من الحمل، لذلك لابد من مراقبة المرحلة الأخيرة من حملك لضمان الولادة مريحة وإنجاب الطفل بصحة جيدة. يتطور الطفل بشكل سريع جدا وكامل إلى حد ما في هذه المرحلة. عند إجراء الفحوصات سوف تلاحظين أن معالمه بدت أكثر وضوحا في هذه المرحلة، كما يمكنك الشعور به وبحركته من خلال وضع يدك على الرحم. يبلغ طوله في هذا الشهر حوالي 37 سنتيمتر، أما وزنه فهو حوالي كيلو جرام. تنمو البشرة وتنمو الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد ليظهر الجلد باللون المحمر الجميل، كما تنمو براعم التذوق فتكسو براعم التذوق لسان الجنين لتستمر في النمو إلى بعد الولادة، ولا تزال الرئتين في هذا الشهر بمرحلة النمو. سوف تستغرق بعض الوقت حتى تكتمل بشكل مستقل، فالمادة المسؤولة عن تحطيم الحويصلات الهوائية لم تتشكل بعد. هذا هو السبب أن الأطفال المولودون في هذا الشهر يحتاجون إلى التنفس الصناعي. أما بالنسبة للتطورات التي تحدث لك عزيزة الحامل في هذا الشهر، فيزداد وزنك وسوف يكون هناك القليل من الألم نتيجة ضغط الجنين على جدران الرحم المصحوبة بحدوث التهابات، لذلك يستحسن ارتداء الملابس الفضفاضة المصنوعة من القطن أو الكتان، كما يكون هناك حرقة وعسر في الهضم وتشنجات، وهي الأعراض الشائعة في هذا الشهر، والأوردة الموجودة في ثديك سوف تصبح أكثر وضوحا، كما تتشكل طبقة سميكة من الأنسجة الدهنية تحت الجلد في منطقة البطن والفخذين ومنطقة الساق، يمكن السيطرة عليها من خلال ممارسة الرياضة، وبالطبع بعد أخذ المشورة من الطبيب سوف يساعدك هذا على التخلص من الأنسجة. سوف تكتسبين 4 كيلو جرامات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. خلال الشهر السابع عليك بزيارة الطبيب مرة واحدة كل أسبوعين. تأكدي أنك تتبعين جميع الاقتراحات والاحتياطات، وإذا لاحظت بأن هناك أي مضاعفات أو تغيرات فلا بد من إبلاغ الطبيب على الفور. يمكنك أيضا الاستماع إلى نبضات الجنين باستخدام سماعة مضخمة. في هذه المرحلة تحتاجين إلى اتخاذ قرار بشأن طلب إجازة الأمومة الخاصة بك إذا كنت امرأة عاملة، واحرصي على رفع ساقيك عالية على وضع أفقي أثناء العمل. هذا سيقلل من تورم الساقين والكاحلين ويجلب لك الراحة، ويجب أن تحصلي على راحة كافية من دون أي مجهود.